مسيح طارد بين الأموات وواطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذي في كل سوء. مسيح طارد بين الأموات وواطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. مسيح طارد ليس من قبيل المجاملة. أنا قلبي يفيض الشكر للرب لأجل منحي هذا الامتياز وهذا الشرف أن أطأ هذه الأراضي. منذ أن وصلت مشاعر مختلفة تغمرني، مشاعر الحب لسيدي الذي جاء من هذه الأرض، الذي نبت كطفل قدام الله كفرخ، نبت قدامه كعرق من هذه الأرض، عاش وترعرع وخدم وأعلن وكشف وأظهر محبة الله وأتم قصد الله في هذه الأرض، فكيف لا تكون له معزة خاصة في قلب كل تلميذ للمسيح يسوع. كما اني اشعر ايضا بامتنان عميق لانه اخيرا تحقق حلمي ان يكون لي ثمر اذ اخدم اخوتي في هذه الاراضي. ربما اعطاني الرب بنعمته ان اخدمهم عبر الميديا، لكن كان دائما بداخلي شوق ان اراكم وجها لوجه، وأنا أتمتع بخدمة الرب بينكم وجها بوجه. ثم أيضا أشكر الرب الذي رتب أن تكون زيارتي الأولى لهذه الأراضي هي في هذه المناسبة، وأن أمنح هذا الامتياز أن أتجول في ربوعها والعقل ممتلئ بذكريات وبمواقع في كلمة الله صارت حية ونابضة أنا أتجول في هذه الأماكن. من كل قلبي أقدم شكر للرب لأجل كل إخوتي وأحبائي الذين تعبوا ليسهلوا لي هذه الزيارة. تعبكم ليس باطل في الرب. كل من تعب، كل من خطط، كل من تكلف، الرب يعلم تعب الكل وحتما سوف يكافئ. على قلبي أن أشارك هذه الليلة ببعض المشاعر عن شخص الرب يسوع المسيح. أعتقد أن ما في قلبي هو مزيج بين ما تعلمته عنه في كلمة الله وبين بعض الاستفسارات التي حصلت عليها وأنا أتجول في الناصرة، في كفر محروم، في قيصرية فيلبس، ثم اليوم في أورشليم وأنا أتجول في ضرب الآلام وأصل إلى كنيسة القيامة. لا أعتقد أن لدي محاضرة أو عظة منمقة، لكنها مجرد مشاركة بمشاعر مختلفة عن المسيح الذي أرجو من روحي القدوس أن يكسره أمام عيوننا وأن يلمس به قلوبنا وأن يفتح قلوبا كثيرة في هذه الليلة لقبوله والتمتع بخلاصه. سأسألكم أن نقف ونحن نسمع جزءا من كلمة الله المقدسة. أقرأ كلمات قليلة من إنجيل يوحنا الأصحاح الأول ثم إنجيل يوحنا الأصحاح التاسع. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله،
وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. عدد 14، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. وحنا شهدا له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه، إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. ثم من الأصحاح التاسع بعض الأعداد المتفرقة، وفيما هو مجتاز: رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ جاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. عدد 13، فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى، وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فسألهم الفريسيون أيضا كيف أبصر، فقال لهم: وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر. أقرأ هذا العدد مرة أخرى: وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر. فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من الله، لأنه لا يحفظ السبت. آخرون قالوا: كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات وكان بينهم انشقاق؟ قالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك؟ فقال: إنه نبي. لم يصدق اليهود عنه أنه كان أعمى فأبصر، حتى دعوا أبوي الذي أبصر فسألوهما قائلين: أهذا ابنكما الذي تقولان إنه ولد أعمى، فكيف يبصر الآن؟ أجابهم أبواه وقالا: نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى، وأما كيف يبصر الآن فلا نعلم، أو من فتح عينيه فلا نعلم، هو كامل السن اسألوه فهو يتكلم عن نفسه. قال أبواه هذا لأنهما كان يخافان من اليهود، لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. لذلك قال أبواه: إنه كامل السن اسألوه. فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقال، قالوا: اعطي مجدا لله، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. فأجاب ذاك وقال: أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. كنت أعمى والآن أبصر. فقالوا له أيضا: ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم: قد قلت لكم ولم تسمعوا، لماذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ؟ فشتموه وقالوا: أنت تلميذ ذاك.
وأما نحن فإننا تلاميذ موسى. نحن نعلم أن موسى كلمه الله، وأما هذا فما نعلم من أين هو. أجاب الرجل وقال له: إن في هذا عجبا، إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني. ونعلم أن الله لا يسمع للخطاء، لكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. منذ الظهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى، لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا. أجابوا وقالوا له: في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا. فأخرجوه خارجا، سمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له: أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال: من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع: قد رأيته، والذي يتكلم معك هو هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له. فقال يسوع: لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم، حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. سمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ قال لهم يسوع: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، لكن الآن تقولون إننا نبصر، فخطيتكم باقية. هذه هي كلمة الرب. دعونا ونحن وقوف نقدم الشكر للرب من أجل هذه الكلمة، ونطلب منه أن يفتح عيوننا وقلوبنا لكي نقبلها. أبانا، نحن ننحني أمامك بكل خشية وبكل فرح، نحمدك لأجل حبيبنا وحبيبك ربنا يسوع. في ملء الزمان أرسلته لكي يخلصنا. أشكرك يا أبانا لأنه شرف عالمنا، شرف عالمنا من هذه الأرض المباركة، شرف عالمنا لكي يعلمنا ويفتح عيوننا ويمنحنا نعمة الخلاص. أبانا، أتضرع إليك أن تعطي عبدك نعمة وحكمة لكي يفسر كلمتك بالاستقامة، وتعطينا جميعا أن نفتح قلوبنا لما يعلنه روحك لنا في هذا المساء، لكي نقبل بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسنا. أبانا، في اسم المسيح اسمع واستجب لنا، آمين. في أثناء تجوالي هذا الأسبوع في الأراضي، كنت أشعر بتعاطف شديد مع شخص المسيح وهو يتجول. كنت أحاول أن أستشعر معاناته، وهو الرقيق، وهو القدوس، وهو الحكيم الفهيم. ماذا كان يشعر وهو يرى الشر، وهو يرى الظلم، وهو يرى الرياء والخبث والحسد، وهو يرى الشر في كل مكان؟ لا أعرف ولا أستطيع أن أدعي أني أستطيع أن أتخيل عمق المشاعر التي كانت في قلب المسيح وهو يتجول في هذه البلاد. توقف قليلا أمامه وهو يتكلم إلى جمع من البؤساء، جمع من الذين سحقتهم ظروف الحياة. رآهم وهو يعرف دواخلهم ويعرف ظروفهم بعد 30 سنة من العيش
الواقعي بينهم. لم يكن سكان الناصرة غرباء على المسيح، كان منهم، عاش بينهم، دخل بيوتهم، رأى معاناتهم. وفي يوم السبت صعد إلى مجمعهم لكي يبلغهم بأروع خبر، تشتهي أذان البشر أن تسمعه. وقف يسوع في مجمع الناصرة ليقرأ من إشعياء، يقرأ على مسامع أناس طحنتهم ظروف الحياة، رآهم في غاية البؤس، فبشرهم، بشرهم بأحلى بشارة، بأروع بشارة. كم كنت أشتاق أن أكون هناك وأستمع هذه الأغنية، هذه القصيدة الرائعة من قصائد إشعياء الشاعر العملاق، وهو يتنبأ ويقول: روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، لأنادي للعمي بالبصر، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، لأرسل المنسحقين في الحرية، لأنادي للمسبيين بالعتق، لأكرز بسنة الرب المقبولة. عظة رائعة. يمكن لأي خادم أن يعظ في هذا الجزء ويشرحه، لكن يقينا هي مرة واحدة في كل التاريخ البشري التي فيها استطاع الواعظ أن يعلق على هذا الجزء بهذه الكلمة المخيفة التي كانت ينبغي أن تتحداهم وتستوقفهم. الواعظ لم يشرح مفردات هذه الكلمات، لكن الواعظ بعد أن قرأ هذا الجزء قال كلمات جريئة غريبة. قال: اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. مين يقدر يقول الكلام ده؟ مين يقدر يقول الكلام ده غير الشخص الذي تنبأ عنه إشعياء؟ يا لروعة الخبر. تخيل لو كانوا فاهمين لكانوا سألوا سؤالا واحدا: هل تقصد أنك أنت الشخص الذي روح الله عليك ومسحك لتبشرنا نحن المساكين بهذه العطايا العظمى؟ هل أنت الشخص المستعد الآن أن تشفي منكسر القلوب، وأن ترسل المنسحقين في الحرية، وأن تنادي للمأسورين بالإطلاق؟ هل تعني أنه الآن قبل أن نخرج من هذا المكان يمكن أن تحقق هذا فينا؟ كان ينبغي أن يكون هذا هو السؤال، لكن للأسف الشديد بعد أن استمعوا إليه كل اللي عملوا أنهم تعجبوا من كلمات النعمة الخارجة من فمه، وبعد أن تعجبوا كان رد الفعل، سامحوني أحبائي أقول، ليس فقط غريبا بل غبيا. كان رد الفعل: أليس هذا هو ابن النجار؟ يا للعمى، يا للحماقة. إن الفرص العظمى لا تتكرر كثيرا، إن الفرص العظمى في الحياة لا تأتي مرارا وتكرارا. كان أمامهم الشخص الذي تنبأ عنه إشعياء، والذي يعد بأن يتمم هذا المكتوب في مسامعهم، لكن كان رد الفعل استهزاء: أليس هذا هو ابن النجار؟ فهم المسيح بذكائه غير المحدود
ما يقول في قلوبهم. فقال لهم: على أي حال تقولون لي هذا المثل أيها الطبيب؟ اشفي نفسك، افعل في وطنك كما فعلت في كفر نحول. بعدين فاجأهم، وأنا أعتقد كان الوجع قد وصل عميقا في داخله. كان يسوع قد ابتدأ يكتئب من غباوة رد الفعل. قال لهم هذه الكلمات: حق أقول لكم أنه في أيام إلي كانت هناك أرامل كثيرة، لكن لم يرسل إلي إلا إلى أرملة صرفة صيدا، وكان في أيام إليشع برص كثير، لكن لم يطهر إلا نعمان السريان. إيه اللي كان بيقصده يسوع بهذه الكلمة؟ كان بيقصد أنه ثوري للدرجة أنه سيذهب بهذه النعمة التي لا تقدرونها إلى الأمم، لأن قلب الله متسع لكل الخطاة، لكل المسحوقين في كل مكان. وهذا ليس بغريب، فحتى العهد القديم يحمل هذا الإعلان. ففي أيام إلي وصلت النعمة إلى صرفة صيدا، وفي أيام إليشع استفاد نعمان السرياني. فنهر النعمة لا يجف، لا يتوقف، لكنه يحول مجراه. إذا لم تقبل نعمة الله المعلنة في شخص يسوع، فنعمة الله ستصل إلى آخرين أنت تظن أنهم غير مستحقين. وكانت استجابتهم أكثر حماقة، فقاموا وأخذوا، سمعوا له حتى هذه الكلمة فقط، أخذوه. ولا أعرف كيف جرجروا سيدي في حواري الناصرة ووصلوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه لكي يطرحوه إلى أسفل. كانت هذه بداية خبرات يسوع في خدمته بين البشر منذ 2000 عام. ذهب إلى كفر نحوم وسكن هناك، سكن في كفر نحوم وهي واحدة من المدن التي صنع فيها أكثر قواته. أذكر ليلة واحدة من لياليه في كفر نحوم، دخل المجمع، علم، خدم، ثم خرج من المجمع وذهب إلى بيت تلميذه المحبوب بطرس. وهناك لم يسترح، لأن حماد بطرس كانت محمومة فشفاها، لكن بمجرد ما علمت المدينة أن يسوع في البيت، كتاب يقول هذه الكلمات في لوقا 44: ولما صار المساء، أي أن عيادة الطبية أو عمله للشفاء بدأ عند المساء، اجتمعت كل المدينة على الباب، كل المرضى والمجانين والذين بهم أرواح شريرة خرجوا من كل ربوع المدينة وأتوا إلى هذا البيت. قد رأينا هذا البيت هناك، اجتمعوا حول هذا البيت. كتاب يقول كلمة غريبة: فخرج يسوع ورأى هذه الجموع المنسحقة، رأى الغلب، رأى الفقر، رأى المرض، رأى الحزن، رأى الشر، رأى كل شيء رديء. فماذا فعل؟ اعتقادي الشخصي أنه كان يملك القدرة الكافية أن يقول كلمة فيرجع الجميع أصحاء إلى بيوته. مظبوط؟ كان يستطيع أن ينفخ نفخة، كان يستطيع أن يشير إشارة، لكن يسوع ما عملش كده، لأنه مش رسالته كده. إن رسالته لا تتوقف عند حد شفاء المرضى، إن رسالته لم تكن حدودها إخراج الشياطين، لكن كان في قلبه شيئا أعمق
كان يريد أن يوصل محبة الله، كان يريد أن يضع الإنسان في تلامس حقيقي مع غنى محبة الله، كان يريد أن يوصل الإنسان بالله. فماذا يقول الكتاب؟ يقول: فخرج ووضع يديه على كل واحد منهم فشفاهم جميعا. أليس هذا غريبا يا أحبائي؟ لقد اقترب إلى كل مريض كبير أو صغير ولم يلمسه، لكن وضع عليه يديه وشفاهم جميعا. كانت مدينة كفر نحوم في ذلك الزمان تكتظ بالسكان، كانت مدينة عظيمة كبيرة ومملوءة بالتجار ومملوءة بالعابرين من طريق البحر، طريق اللي هو عند زبولون ونفتلي، كانت تكتظ بعدد كبير من الناس. لو افترضت أن عدد المرضى في هذه الليلة 300 مريض على أقل تقدير، وكل مريض منهم خد دقيقتين من المسيح يضع يديه على كل واحد فيهم، أتكلم عن 10 ساعات المسيح يحتضن كل مريض ويشفيه. متى يعلق على تلاحم يسوع مع المرضى، يقول: أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. كان يلمس ليتوحد مع المرضى، وكان يمضي الناس مستريحين. في تلك الليلة باتوا جميعا مستريحين، أما هو فلم يقدر أن ينام. كان يئن متوجعا بسبب الآلام التي رآها فلم ينم، فمضى في الصبح باكرا جدا وخرج إلى موضع خلاء وكان يصلي من أجل بؤسهم، شقائهم، ألمهم. لكن إخوتي الأحباء، لم تكن النتيجة بعد هذا اليوم العظيم أفضل من عظته في مجمع الناصرة. لقد كان في الناصرة عظيما وهو يعلن البشارة ومستعدا أن يشفي، لكن أخذوه وأرادوا أن يطرحوه. في كفر نحوم شفى حتى الصباح، لكن في النهاية وقف يرثي كفر نحوم، يرثيها لأنها لم تتم على الرغم من كثرة القوات التي صنعها فيه. قال يسوع بحزن وهو يوبخ المدن التي لم تتم على الرغم من أنه صنع فيها أكثر قواته، وقال: وأنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء سوف تهبطين إلى الهاوية. في الناصرة أرى واقعا مظلما، واقع التعصب والطائفية البغيضة، هذا الواقع الذي يوهم الإنسان أو أرى فيه الإنسان موهوما بغباء أنه أفضل من غيره. استكثروا سكان الناصرة. في نفس الأيام نثنائيل يقول: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟ لكن سكان الناصرة استكثروا أن المسيح يذكر مجرد ذكر أن نعمة الله اتجهت للأمم، أرادوا أن يقتلوه. كانوا عايزين يقولوا له: أنت عايز تلغي الحلم القديم أننا أفضل من الباقين؟ عايز تزيل الحواجز وتساوي الناس بينا؟ عايز تخلينا كلنا زي بعض؟ لن نسمح لك بهذا. وفي كفر نحوم عندهم استعداد يستفيدوا من معجزاته، لكن ما عندهمش استعداد يتوبوا عن خطاياهم. أرى واقعا مؤلما في التعصب وفي الكبرياء. وأنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء. في الناصرة أرى التعصب، شعور الوهمي بالأفضلية. في كفر نحوم أرى بؤسا آخر، هو غباء الإنسان في كبريائه وشعوره الوهمي باستغنائه عن الله. كفر نحوم غنية، كفر نحوم
رأينا المجمع فيها مبنيا بحجارة بيضاء ليست من حجارة المكان، لكن يبدو أنهم كانوا أغنياء استوردوا هذه الحجارة من بعيد، كانوا يشعرون بغناهم وتفوقهم، لا يحتاجون إلى الله. كبرياء. وذهبنا إلى قيصرية فيلبس لنرى منظرا مرعبا، رأينا 7 هياكل وثنية مكتوب على أحدها باب الجحيم، شيء مخيف. وعرفنا أن في هذه المغارة في هذا الهيكل كانت تلقى الأطفال كذبائح للإله هناك. وقف يسوع أمام هذا المنظر البشع، وربما كانت لم تزل العبادة الوثنية تجري هناك لأنها كانت في منطقة الأمم، وسأل تلاميذه: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ وأجابوه إجابات مختلفة، لكن كانت تلك اللحظة فريدة في تاريخ البشرية وفي تاريخ الكنيسة، إذ أعلن الآب لبطرس ولبقية التلاميذ هذا الإعلان، لكن بطرس هو الذي بادر بالكلام، فقال له: أنت المسيح ابن الله الحي. وهناك أعلن يسوع هذا الإعلان: وأنا أقول لك يا بطرس، الآب أعلن لك عن من أكون، وأنا أعلن لك أنه على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. ومن يرى المنظر هناك يرى صخرة جبارة جدا في داخلها نحتت هذه الهياكل الوثنية المرعبة، لكن أتخيل أن يسوع كان يقول: على هذه الصخرة فوق كل هذه الشرور سوف أبني كنيستي، وستنهار أمامها معاقل الوثنية، أبواب الجحيم لن تقوى عليها. سيستطيع الإعلان عن شخص المسيح ابن الله وخلاص المسيح المقدم أن يفك الناس من قسوة العبادة الوثنية، يحررهم منها. في الناصرة تعصب، في كفر نحوم كبرياء، في قيصرية فيلبس عبادة وثنية، توحش وغباء. كان يسوع يقول يتأمل هذه الأشياء، وانتهى به الأمر في أورشليم ليرى آفة البشر، آفة المتدينين على مر العصور، يرى الخطية التي لم يبغض خطية مثل ما أبغض هذه الخطية، يرى الرياء في أورشليم. كان أكثر منظر يؤذي عيني منظر الفريسيين الذين يعرضون عصائبهم، الذين يظهرون بمظاهر دينية براقة، لكن كما وبخهم بكلمات قاطعة وحاسمة: أنتم كالقبور المبيضة من الخارج، لكن من الداخل مملوء عظام أموات وكل نجاسة. تعصب، الكبرياء، قسوة العبادة الوثنية وشرها، ثم أخيرا الرياء. هذا هو الواقع الذي كان يتجول بينه يسوع، يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. السؤال يا إخوتي الذي أسأله الآن: مرت 2000 من الأعوام، هل تغير واقع الإنسان؟ إذا ذهبنا في كل ربوع الأرض هل سنجد واقعا آخر مختلف عن هذا الواقع الذي دخل إليه يسوع منذ 2000 عام؟ أقول بكل أسف، للأسف الشديد، هذا هو واقع البشر حتى اليوم: تعصب، كبرياء، غباء،
والرياء. هذا هو الواقع. ماذا كانت مشاعر المسيح؟ أكيد كان حزين، أكيد كان بيتوجع، بس المسيح كان بيحب، فما كانش بينسحب، لكن كان ثوريا، كان عملاقا في اقتحام هذه الأجواء، وكان عتيدا أن يغير هذا الواقع المؤلم. وأقول بكل فرح وبكل فخر أن المسيح غير، والمسيح خلق واقعا جديدا. المسيح استطاع أن يخلق واقعا جديدا في داخل هذا الواقع، وبعدما ارتفع إلى السماء، بعد أن أتم عمل الفداء، بعد أن سحق رأس الحية، بعد أن دخل إلى معركة الجلجثة ليصنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، وفى بما وعد به وأرسل الروح القدس ليخلق في علية بسيطة في أورشليم منذ 2000 عام، يخلق واقعا جديدا مستمر إلى اليوم. وعليه أقول يا أحبائي، نحن اليوم أمام واقعين، واقع يحيط بنا، وواقع ينبغي أن يكون بداخلنا. الواقع الذي دخل إليه يسوع، والواقع الذي خلقه يسوع. يسوع دخل إلى واقع مظلم، ويسوع خلق واقعا منير، واقعا عظيم. يسوع دخل إلى عالم بائس أخلاقيا وروحيا، لكن يسوع استطاع كحبة الحنطة التي وقعت في الأرض وماتت وأتت بثمر كثير، استطاع أن يخلق واقعا جديدا، هز أركان وجنبات أورشليم، جعل أورشليم تهتز أمام قوة هذا الواقع الجديد الذي خلقه يسوع، والذي تحقق ملموسا واضحا في يوم 50. كانوا جماعة بسيطة، لكن كانوا رؤساء الكهنة يرتعبون منهم، كانوا يخشون. في يوم من الأيام حبسوه بعد أن أوصوه أن لا ينطق باسم يسوع، وهم بيصدروا هذا القرار يقول لهم لقد ملأتم أورشليم تعليما بهذا الاسم، لقد ملأوا أورشليم بالكلام عن يسوع المسيح. حبسوه واجتمعوا ليتشاوروا في أمرهم، وبعد أن أنهوا اجتماعهم الطويل أرسلوا لكي يأتوا بهم من الحبس. أعتقد معظمنا فاكر اللي حصل. دخلوا هناك وجدوا الحبس مغلقا بكل حرس، لكنهم عندما فتحوا لم يجدوا أحدا في الداخل. وأين كان التلاميذ؟ كانوا في الهيكل يعلمون بيسوع. لقد أتى ملاك الله وفتح أبواب السجن وأخرجهم وقال لهم روحوا علموا في الهيكل عن المسيح. جماعة قليلة خلقت واقعا جديدا، واقعا راقيا، واقعا بديعا لم يرى التاريخ البشري نظيرا له. رأوا الروح القدس ينزل في اليهودية وينزل في قيصرية بنفس الآية، آية الألسنة، لكي يكون عند الجميع يقين أن حائط السياج بين اليهود والأمم قد سقط. وشهد بطرس أن الله منح الأمم نفس الموهبة، استهر بالإيمان قلوبهم. خلق واقعا جديد مملوءا بالاتضاع. كان الرسل بطرس
يخيم بظله، يخيم بظله فيبرأ المرضى. لكن نراهم إخوة بسطاء يخدمون أحدهم الآخر بكل محبة، كانوا مملوئين بالنعمة والتواضع. كتاب يقول وكانت لهم نعمة عظيمة عند جميع الشعب، ولم يكسر أحد من الذين هم من خارج أن يلتصق بهم. كانت العبادة الوثنية في أعتى معاقلها، ليس في قيصرية فيلبس، لكن في أفسس عينها، في أفسس حيث أرطميس جمعوا كتب السحر وأحرقوها. كانت معاقل الوثنية في كل آسيا وأوروبا تنهار أمام هذا الواقع الجديد الذي خلقه يسوع المسيح. كان إبليس يهرب، يلملم جنوده ويعلن هزيمته أمام قوة رسالة الإنجيل، أمام قوة الخبر أن المسيح مات وقام ويمنح الخلاص. إخوتي، دخل يسوع إلى واقع مؤلم وخلق واقعا مبهر، والأناجيل تحكي لنا ملامح هذا الواقع المؤلم، وسفر الأعمال يسجل لنا ملامح هذا الواقع المبهر. وشهوة قلبي في هذه الأيام وهذه صلاتي من أجل نفسي ومن أجلكم، من أجل إخواتي في كل مكان، لكن بصفة خاصة من أجل إخواتي في هذه البلاد، أن نتذكر هذين الأمرين: أن لا ننكر الواقع المؤلم، وأن لا نتراجع عن خلق الواقع المبهر. علينا ألا ننكر، علينا ألا نتغابى عن واقع مرعب محيط بنا، علينا ألا تأخذنا أفراحنا عن المأساة المحيطة بنا. فالعالم من حولنا في مأساة حقيقية، سياسية، اقتصاديا، أخلاقيا، دينيا، نحن نعيش في قلب مأساة حقيقية بكل المقاييس، ولا سيما في منطقتنا. هذا هو الواقع، علينا أن لا نتغابى عنه ولا نغمض عيوننا عنه. هذا هو الواقع المؤلم، علينا أن لا ننسى هذا، لكن علينا أن لا نفشل، لأن يسوعنا منذ 2000 عام لم يكن الواقع الذي دخل إليه أفضل من واقعنا، كان هو بعينه نفس هذا الواقع. لكن يسوع دخل إلى هذا الواقع لا لكي يصبح جزءا منه، لم يدخل يسوع إلى هذا الواقع ليصبح جزءا منه. وكم يؤلمني أن الكنيسة تصبح جزءا من الواقع المحيط به. إخوتي الأحباء، دخل يسوع إلى واقع مؤلم، لكنه في قلب الواقع المؤلم خلق واقعا مبهر. علينا ككنيسة أن نكمل رسالة يسوع، علينا أن نمشي وراءه كتلاميذه، علينا أن نتبع خطاه، علينا أن نمتلئ بروحه، علينا أن نفتخر بأن لنا معلم بهذه الروعة، علينا أن نتذكر كلماته: اتبعني أنت، follow me. إن تلميذ يسوع يتبعه، ويكفي التلميذ أن يكون كمعلمه، يكفي العبد أن يكون كسيده. لقد خلق يسوع واقعا مبهرا. إخوتي، أخشى أن نتراخى، أخشى أن نفشل، أخشى لشدة وقسوة الواقع المحيط بنا أن نلقي سلاحنا ونستسلم. أمامنا رسالة علينا أن نتممها، أمامنا جهاد علينا أن نكمله، بين يدينا شهادة عظيمة قادرة أن تغير الواقع. كان بولس في سجنه الأخير
في روما يكتب لتيموثاوس ابنه الصريح في الإيمان، يقول له تيموثاوس: حبيبي، المنظر من الخارج مؤلم للغاية، جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، هيمنايس وفيليتوس يعلمان تعاليم غريبة ويجعلان يقلبان إيمان قوي، اسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرا، وحتى الإخوة المؤمنين في احتجاجي الأول يا تيموثاوس لم يقف معي، لم يحضر معي أحد، لكن تيموثاوس لا تخجل بشهادة ربنا، لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والإيمان والنصر. إخوتي الأحباء، في عين جانا، في بيت الأحب، في مختلف هذه البلدان، هل تؤمنون معي أنه توجد آلاف النفوس من حولكم تنتظر خلاص يسوع المسيح؟ هل تؤمنون بهذا أحبائي؟ هل تؤمنون بيقين عميق أن حولكم، في بيوت جيرانكم، في شوارعكم، هناك نفوس تصرخ تحتاج لخلاص المسيح؟ هل ترون واقعا مؤلما البشر فيه؟ بالمناسبة، وأرجو أنكم يعني تصدقوني في هذا، مش عارف قد ايه هتصدقوني، لكن أتمنى تصدقوني، الحل ليس سياسي، والحل ليس اقتصادي، والحل ليس فلسفي، والحل ليس فكري. لقد أعطى البشر على مر العصور كل أنواع الحلول، وظل البشر في تعاستهم حتى أتى يسوع المسيح. لم يأتي يسوع المسيح ليعطي نظاما سياسيا جديدا، لكن ليعطي خلاصا للنفوس، وهذا ما يحتاج إليه العالم في القرن 21 تماما كما كان في القرن الأول. لم يأتي المسيح فيلسوفا، لم يأتي المسيح شافيا، أتى المسيح مخلصا، لأن هذا هو الاحتياج الحقيقي. إن أعماق الإنسان قد تشوهت، إن شخصية الإنسان قد تدمرت، إن الظلمة العميقة تغطي كيان الإنسان، وأصبح الإنسان يحتاج إلى خالق، إلى مخلص استطيع أن يشفي من الداخل. مرة أخرى أقول: أشتاق من كل قلبي أن أكون تلاميذه، لا نغمض أعيننا عن مرارة الواقع حولنا، نراه بكل تفاصيله، وأنا أعلم أن رؤيتنا للواقع قد تؤلم بل تدمي قلوبنا، لكننا مدعوين للألم مع المسيح إن كنا نتألم معه، مدعوين ألا ننسحب من الواقع، مدعوين لا أن نترك بلادنا ونهاجر، مدعوين أن نتعايش مع هذا الواقع المؤلم ونأخذ نصيبنا من الألم فيه، مدعوين أن نفتح عيوننا جيداً لنرى أهلنا كيف يتوجعون ويتألمون، ونتذكر أن لو المسيح كان هنا كان سيتألم مع الناس. ما أسهل أن ننسحب من هذا الواقع، ننسحب بالهجرة، الهجرة إلى الخارج، أو الهجرة إلى الداخل، وهذه هجرة أسوأ، أن ننسحب داخل جدران الكنائس لنغني أغانينا ونفرح بأفراحنا ونترك العالم من حولنا يعاني. لا يا إخوتي الأحباء، مدعوين أن نكون كيسوع، نمشي في الشوارع، نرى الألم، نحتك بالناس، نحب الناس، نعمل ما في وسعنا لكي نصنع خيرا، ونشفي بنعمة الرب جميع المتسلط عليهم إبليس. علينا ألا نغمض عيوننا عن الواقع، لكن الكارثة الكبرى عندما تصبح الكنيسة جزءا من الواقع.
دي الطامة الكبرى التي معها يموت الرجاء للبشر. إذا صارت الكنيسة جزءا من الواقع، أقصد إنها تصير جزء من الواقع على الأقل في الأربع أشياء اللي قلتهم من شوية: في التعصب الذي ظهر في مجمع الناصرة، في الكبرياء الذي ظهر في كفر نحوم، في العبادة الوثنية ومحبة الآلهة الغريبة التي تغزو قلوب المؤمنين، في الرياء الذي ملأ شوارع أورشليم في أيام المسيح. هل هذه الخطايا الأربعة تغزو الكنيسة في هذه الأيام؟ أقول للأسف نعم. ومرة أخرى أستنهض وأرجو أن روح الله يستنهض في وفيكم ضمائرنا كي نرفض هذا الأمر. أسمع أمين. بنعمة الرب نرفض أن نكون جزءا من هذا الواقع. لكن من الجانب الآخر عندي خبر حلو ليكم: روح الله موجود على الأرض. الروح القدس أتى من السماء يوم الخمسين ولم يبرح من الأرض قط. الله الروح القدس ساكن هنا ليخلق واقعا جديدا فيا وفيك. روح الله الحي يغيرنا، يخلق فينا ما ليس فينا، يستطيع أن ينقلنا إلى واقع جديد هو يخلقه فينا، بل يجعلنا نحن الواقع الجديد المغير للعالم من حولنا. روح الله لم يضعف، روح الله لم يقصر، روح الله لم يفقد إمكانياته، روح الله لم يفقد غيرته في تمجيد المسيح، روح الله لم يكف عن أن يخلق فينا هذه الصورة عينه. يقول عنه بولس: نتغير من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. إن الله الروح القدس غيور محب للكنيسة، وكيف لا يحبها وهي مسكنه؟ فنحن مبنيين معا مسكنا لله في الروح. روح الله يسكن فينا كي يخلق فينا واقعا جديدا، ويجعلنا نحن كواقع جديد نغير هذا الواقع. شوارع بلادكم تحتاج إليكم، النفوس من حولكم تصرخ عطشانة إلى يسوع الذي فيكم. هل تلبون النداء؟ هل تصلون إليهم؟ لا تصلوا إليهم بمعتقد طائفي، لا تصلوا إليهم بكلام جميل يدغدغ مشاعرهم، لكن تصلوا إليهم بيسوع الذي يحتاجون إليه. لكن إخوتي الأحباء، كيف كان يسوع في وسط هذا الواقع المؤلم يخلق الواقع الجديد؟ أجيب عن هذا السؤال بكلمات قليلة وأختم حديثي. إنجيل يوحنا تحفة لاهوتية عميقة تتلألأ بين صفحات الكتاب المقدس، أعمق ما يمكن أن نقرأ. يتكلم عن ثلاثة أشياء أرجو أن ننتبه إليها في هذا الإنجيل. يتكلم عن النور، وعن الحياة، وعن الحب، مقسم إلى ثلاث أقسام من 1-7. يتكلم عن الحياة 44 مرة، من 8-12 يتكلم عن النور 11 مرة، من 13
للنهاية إصحاح 21 نتكلم عن المحبة 46 مرة. النور والحب والحياة. وإذا أردت أن أرصد ملامح هذا الواقع الجديد الذي خلقه يسوع المسيح في قلب هذا الواقع المؤلم الذي نراه بأعيننا ونلمسه بأيدينا، أقول أن الواقع المسيحي الذي خلقه يسوع تميز هذه الكلمات الثلاثة: النور والحب والحياة. النور والحب والحياة. النور وما أحوجنا إليه في عالم غارق في الظلام، والحب ما أحوجنا إليه في عالم لا يعرف إلا البغضة، لا يعرف إلا المحبة، لكن للأسف أسوأ أنواع المحبة، المحبة للذات، محبة النفس، محبين لأنفسهم دون محبة لله. لكن الواقع أيضا يميزه الموت، وكم نشتاق أن نرى الحياة في عالم يسود فيه الموت. الحياة، الحياة كما ظهرت فيه، أقول عنه في يوحنا 1: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. يقول عن يوحنا أنه كان إنسان مرسل من الله ليشهد للنور، لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. اسمع العبارة اللي بعدها: كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم، إلى خصته جاء وخصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. هكذا تدب الحياة بالولادة من الله. النور والحب والحياة، ثلاث كلمات احتاج إليها العالم ولا توجد إلا في يسوع المسيح. يسوع وكنيسته، يسوع والواقع الذي يخلقه في الكنيسة. أعلق تعليق مختصر على كل كلمة من هذه الكلمات الثلاثة. هل يحتاج العالم إلى النور؟ هل العالم في حالة ظلام؟ صلاتي من أعماق قلبي أن يفتح الرب عيوننا ككنيسة لنرى كثافة الظلام الذي يغطي الأرض من حولنا. تعرفوا يا أخوتي الأحباء، لو ما كناش شايفين الظلمة ملهاش غير تفسير واحد، إن إحنا نفسنا جواه، ودي تبقى المأساة، دي تبقى المأساة. لو كنا لا نرى كثافة الظلمة، الظلمة الدامسة التي تغطي الأرض من حولنا، نحن في مأساة كبيرة. الكنيسة كان قصد ربها ورأسها وملكها وحبيبها وعريسها أن تكون هي النور. تخيلوا لو الكنيسة مش مدركة حجم الظلام، هذا لا يعني إلا شيئا واحد، أنها قد صارت جزءا منه. ومن أين تأتي الظلمة؟ تأتي أكيد الإجابة السهلة، تأتي من إبليس، هذا صحيح. لكن إبليس مش بيمطر ظلمة، إبليس بيسرب ظلمة من خلال العقول والشخصيات. علشان كده الرسول يقول: كنتم قبلا ظلمة. بيمشي في الشارع ينشر ظلمة، بيتكلم يطلع ظلمة، بيعمل أعمال يزرع بيها ظلمة. أفعال الناس، كلام الناس، أفكار الناس، أخلاق الناس ظلمة. كنتم قبل ظلمة، أما الآن فنور في الرب. نحتاج كأولاد نور
أن نتغير كل يوم من خلال تدريب روحي مستمر. يوصي بالرسول في رسالة روميا أصحاح 13: فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. لا تشتركوا في أعمال الظلمة بل بالحري وبخوها. أني أناشد كل شابة صغيرة وكل شاب، كل امرأة ورجل. إخوتي، نحن موجودون في هذه البلاد لكي نقهر الظلام، لكي ننير، ننير بأفكارنا، ننير بأخلاقنا، ننير بشخصياتنا، ننير بانفصالنا عن كل فعل مظلم، عن كل ما هو ظلم. لا تشتركوا يا إخوتي، لا تشتركوا في أعمال الظلمة بل بالحري وبخوها، لأن كل ما أظهر فهو نور. النور يظهر حقيقة كل شيء، والنور موجود فيكم، لكن الخوف أن يوضع تحت المكيال أو يوضع تحت الفراش. اخرجوا النور وضعوه على المنارة لكي ينظر الداخلون النور. كيف تصبح نور؟ أعتقد أن البداية، وأنا بوجه حديثي وأرجو من قلبي أن يكون هناك من يستمع لهذا الحديث، امرأة أو رجل، كيف تصبح نور؟ أن تقر بأنك أعمى ومظلم ولا تبصر النور. ماذا كانت مأساة اليهود عندما أتى المسيح؟ كانت مشكلتهم الكبيرة فاهمين أنهم مفتحين وهم عميان. لو خدتوا بالكم آخر عبارة قريتها في يوحنا 9، اسمعوها من فضلكم وركزوا فيها: لأنكم تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية. بس في نفس الأصحاح في حد جميل، في راجل محترم قصته مختلفة. قصة بتنتهي بناس فاهمين أنهم مبصرين لكنهم مظلمين عميان، لكن على الجانب الآخر بدأت القصة برجل كان في ظلمة لكنه استنار. بل أقدر أقول وأجزم وأستطيع أن أحاجج وأبرهن أنه مش بس الرجل ده تنور، لكن هو نفسه بقي نور للذين في الظلمة. والرجل ده كان مستوى الاجتماعي والعلمي والفكري، ورجل شحات مولود أعمى. لكن خذوا بالكم من التصرف اللي عمله المسيح، وأنا لا أعتقد أبداً أن المسيح يصنع شيئاً صغيراً أو كبيراً بدون قصد. كان غريباً جداً أنه يفتح عيني هذا الأعمى بأنه يصنع طيناً ويضعه على عيني الأعمى، بيطلي بالطين عينيه. قالوا له: كيف فتح عيني؟ قال: صنع طينا ووضعه على عيني. اخوتي الاحباء، الوحيد اللي يقبل انه يتحط طين على عينيه هو اللي مدرك انه اعمى. لو اي حد مبصر مستحيل يقبل يتحط له طين على عينيه، لأنه عارف أن الطين على عينين المفتح يعميه. لكن لماذا قبل هذا الرجل بسهولة شديدة أن المسيح يضع طينا على عينيه؟ لأنه معترف ومقر بأنه لا بل مولود أعمى. تعرفوا إيه اللي معطل انفتاح أعين؟ أننا لا ندرك أننا عميان. وعشان كده المسيح بيقولهم: لو كنتم عميان
لما كانت لكم خطيئة. هل توجد أخت أو أخ روح الله جاهز الليلة يقول له يا رب أنا أعمى، أنا مش شايف، مأساة كبيرة أن كل واحد متدين فاهم روحه مفتح، فاهم روحه شايف. صلي من قلبي أن آتي إلى الله في اتضاع وأقول له إني أعمى، لأنكم تقولون أننا نبصر فخطيئتكم باقية. وضع طينا على عينيه. أقبل بالتضاع شهادتك عني يا الله بأني مولود أعمى، مولود بالخطيئة. أقبل شهادة روحك يا الله بأني خاطئ وأعمى لا أبصر. لكن يسوع يقول له اذهب اغتسل في بركة سلوان فيطيع وأتى بصيرا. وعندما أبصر لا أريد أن أضيع وقت لكن أترك هذا لكم تقرؤوه، لم يستمر فقط لكن أصبح هو نور. عملت دراسة على هذا الشخص، رأيت فيه صدقوني أخلاق العلماء وأسلوب سقراط ومنطق أرسطو وقلب باسكال في هذا الشخص المولود أعمى. أذكركم ببعض الأشياء التي ترينا عظمة هذه الشخصية وأقدمها كتجربة عملية كيف أن المسيح يخلق واقعا رائعا في قلب الواقع المظلم. إيه اللي عمل المسيح في هذه الشخصية العجيبة؟ يقول هذا الرجل لليهود بطريقة تبهرني بعقله، دعوا الإنسان ثانية وقالوا له اعطي مجدا لله، لغة دينية يحاول التأثير بها بمشاعر دينية على الرجل. نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ، احنا السلطة الدينية اللي نفهم مين الغلط ومين الصح، احنا السلطة الدينية اللي نفهم احسن منك ومن اهلك ومن اللي جابوك عشان انت خاطي واهلك خطاط، احنا نقول لك مين الكويس ومين الوحش وخدها من الاخر مننا. نحن نعلم ان هذا الانسان خاطئ، اسلوب رديء، اسلوب ارهابي بيرهبوه. فاجاب ذاك، فرج على الروعة، فرج على الدماغ اللي تشكلت بمجرد لقاء مع المسيح. أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر. إيه رأيكم في الرد ده أحبة؟ ما رأيكم في هذا الجبروت؟ ما رأيكم في هذه القوة؟ ما رأيكم في هذا الجمال؟ أنا أتخيله أتكلم بلغة العلماء، أنا عندي empirical evidence، عندي دليل علمي عملي، أنا عندي تجربة واضحة، أنا منذ دقائق كنت أعمى والآن أنا أبصر. افتوا براحتكم، قولوا براحتكم، قسموا الناس براحتكم، لدي دليل علمي عملي وتجربة حسية، كنت أعمى والآن أبصر. هذه القوة التي يريد الرب أن يخلقها فينا، هذه هي العقلية والشخصية التي يريد الرب أن يخلقها في كل واحد من حضراتكم. لكن اسمع معي أيضا، قالوا له ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ راح قالب على أسلوب سقراط. سقراط كان مشهور يمشي في شوارع أثينا يسأل الناس أسئلة، الناس يسألوه يرد عليهم بسؤال، وفجأة تحول هذا الشحان إلى رجل سقراطي العقل، يسألونه فيرد بسؤال، حاجة بصراحة فاخرة. أجابهم قد قلت لكم ولم تسمعوا، لماذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له
تلاميذ، أرجوكم يا أحبائي تضعوا في اعتباركم الفارق الاجتماعي بين واحد من قاع المجتمع طول عمره ما بيعرفش غير أنه يقعد على باب الهيكل يشحت، وبين بيتكلم مع مين؟ مع قمة المجتمع الديني. أرجو أن تتخيلوا حجم الإرهاب النفسي للراجل ده وهو واقف غلبان وحيد. حتى أبوه وأمه عملوا إيه في الوقت ده؟ تخيلوا معهم، ما يقدروش، رعب رعب، ركابهم كانت بتخبط، وده واقف زي الأسد زي الأسد، هو الذي يطرح عليهم الأسئلة. إحساسي لقد قطع من حجر كريم هو نفس نوع يسوع المسيح. أشعر وكأني أرى تلميذاً لهذا الملك الذي وقف أمام بيلاطس، فبدلاً من أن يستجوبه بيلاطس كان هو الذي يستجوب بيلاطس. نفس الصنف ده اللي أقصده، أن المسيح يريد أن يخلق واقعاً جديداً من خلال شخصيات، يغير عقلك، يغير فكرك، يغير شخصيتك. هذا هو التغيير الذي يجريه روح الله. لعلكم تريدوا أن تصيروا تلاميذه فشتموا، وأعتقد أنه ده حجة الضعيف اللي ما يعرفش يرد يعمل إيه؟ يشتم، يقل أدب، لأنه مش عارف يقارع الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة، فيضطر يلجأ إلى أساليب رديئة لا يلجأ إليها إلا الصغار، ولقد كان كبيرا وكانوا هم صغارا. فشتموه وقالوا أنت تلميذ ذاك، وما أحلاها شتيمة، وكم أسعد أن أشتم بنفس الشتيمة إذ يقال لي أنت تلميذ ذاك، أراها نشانا وليست شتيمة. أنت تلميذ ذاك، أما نحن فإننا تلاميذ موسى، نحن نعلم أن موسى كلمه الله، وأما هذا فما نعلم من أين هو. هم بيكلموا روحهم، ما سكت لهمش، كان ممكن يسكت، لكن صار عملاق. أجاب الرجل وقال له، وقلب على أرسطو، فرج على المنطق بتاع أرسطو، إن في هذا عجبا. تخيلوا الرجل الواقف ده شحادة بيقول لهم إن في هذا عجبا، يعني بلغتنا إحنا، يعني لو خليناها بلغة عامية نقول إيه؟ أما أمركم فعلا عجيب وغريب، أما فعلا شكلكم يكسف قوي، إن في هذا عجب، يسخروا من جمع العلماء، جليس البؤساء اللي طول عمره ما طلعش بره الشحات. هو ده الواقع اللي بيخلقه يسوع، جابهم صيادين من مراكب خلاهم فتن المسكون، جابهم أناس بسطاء لكن جعلهم رسلاً عظماء. إخوتي، الرب يريد أن يخلق بنا، فينا شخصيات ورجال ونساء تغير الواقع، تغير الواقع. حبايب الغاليين، مش هنغير الواقع بكلام بنقوله، هنغير الواقع بشخصيات نكونها. المسيح لم يأتي ليجعلنا نعلم، أتى ليجعلنا نكون، نكون، نكون مثل هذا الرجل في عقله، نكون مثل هذا الرجل في شخصيته، نكون مثل هذا الرجل في قوته. هذا هو النور الحقيقي. ثم يسحق حجتهم، نحن لا نعلم من أين هو. موسى نعلم أن الله كلم، أما هذا فلا نعلم من أين هو. إن في هذا عجبا، لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني؟ اسمعوا أحبائي المحجة بتاعنا، نعلم أن الله لا يسمع للخطاة، ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. ده بلغة سقراط بريمس وان، الفرضية الأولى، يضع فرضية ما يقدروش يعترضوا عليها إطلاقا. الفرضية بتقول الله لا يسمع للخطاة، لكن إن كان أحد يتقى الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. هل يقدر واحد من كل اللي قاعدين يقول له الكلام ده غلط؟ لا، ما يقدرش. فرضية قاطعة مانعة تسحق أي معترض.
بريمس 2 الفرضية الثانية، منذ الظهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى، ولا يستطيع أحد قارئ للتاريخ أن يدحض هذه الفرضية. يجيب لهم فرضية أولى، فرضية ثانية، سقراط كان يضع الفرضية، عفواً أرسطو، الفرضية على الفرضية، ثم يأتي في النهاية بالكونكلوجن، بالخلاصة. الله لا يسمع للخطاة، إن كان أحد يتقى الله فلهذا يسمع. فرضية ثانية، منذ الظهر لم يسمع أن أحد فتح عيني مولود أعمى. إيه الكونكلوجن؟ إيه الخلاصة؟ لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا. حضراتكم مش عارفين منين؟ أنا أقول لكم منين؟ من الله، وبالمنطق وبالحجة يضحط أفكاره. مرة الأولانية شتموه، مرة الثانية ما عرفوش يجيبوا معاه لا يمين ولا شمال، عرفوش يردوا. كل اللي عملوه قالوا له في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلم. يعلمكم. لو عندكم ذرة أخلاق تعودوا وتسمعوا وتتعلموا فأخرجوه خارجا. لكن أرجوكم تستكملوا مع القصة. فعلم يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده، وسأله سؤال واحد، واللي كان عامل زي الأسد جوه فرج على الحمل: أتؤمن بابن الله؟ أتؤمن بابن الله؟ قال له: من هو يا سيد لأؤمن به؟ قال له: قد رأيته والذي يتكلم معك هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له. هذا هو النور، النور الذي يكشف الواقع، النور الذي يجعل هذه الهيئة الدينية بكل سطوتها لا قيمة لها، النور الذي يجعل الحقيقة بينة أمامي أن يسوع المسيح هو ابن الله ويسجد له. هكذا استنار هذا الرجل. إن الرب يريد أن ينير عينيك، ينير عينيك. إن الرب مستعد أن يرتفع بجليس البؤساء، يجعله على القمة يقهر جمع العلماء، بشرط أن نبدأ من هذه النقطة. لما يجي يسوع يحط طين على عيني أقبل وأقول له: أنا أعمى، اللهم ارحمني أنا الخاطئ. نزل إلى بيته مبررا. لكن لو بتقول: أنا شايف، أنا كويس، أنا عارف، ليس لك نصير في المسيح. وماذا عن الحياة والحب؟ سيقودك هذا الذي ينير عينيك لمعرفة شخصه، فتنال فيه الحياة وتستمتع بمحبته، وتتحول بقية أيامك على الأرض إلى شخص ينبض بالحياة، يشع النور، يفيض بالحب. كيف انتصرت الكنيسة في سفر الأعمال؟ كانوا وهم يرجمون أول شهيد، أول شهيد، نرى الأشياء الثلاثة: كان وجهه يلمع كوجه ملاك، كان النور يشع من وجهه، وكان الحب يفيض من قلبه. يا رب لا تقبل لهم هذه الخطية. وعندما مات الشهيد الأول كانت الحياة تتسرب لتفتقد إنساناً مسكيناً اسمه شاول، تدفقت الحياة فيه ليقول في كل ربوع الأرض، يتكلم ببشارة الحياة. العالم من حولنا يحتاج إلينا، يحتاج إلينا مملوئين بالنور، مملوئين بالحب، نحمل بشارة الحياة في عالم الموت. هذه هي مهمة الكنيسة، وهذا ما يستطيع يسوع أن يخلقه، يخلق بي وبك وبك واقعا جديدا، يهزم
يسحق الواقع المؤلم المحيط به. أمين. هل نقبل هذه الرسالة وهل نصدقها؟ أرجو أن احنا نقف معا. وفي قلبي أن نصلي معا من أجل أمرين. نفس الرب يفتح عينينا في اللحظات القليلة الأولى دي على الواقع المحيط بنا. ارفع قلبك، ارفعي قلبك للرب، قل له يا رب اكشف لي حال الناس في كل المستويات، اخلاقيا، عائليا، دينيا، سياسيا. اكشف يا رب، خذني الى قرب قلبك. صلي معايا ودعني ارى الامور كما تراها انت، واخلق في مشاعرك تجاه الناس من حولي. تعالوا بينا نصلي ان الرب يحررنا من انفسنا، من الدوران حول ذواتنا. تعالوا بينا ننفتح لروح الله لينقل إلينا مشاعر المسيح. تخيل لو المسيح جه وسكن في بيت جالة، لما يقوم الصبح المشاعر اللي في قلبه تجاه الناس، إيه اللي كان ممكن يسوع يحس بيه وهو يجول في شوارع بيت جالة؟ املأني بمشاعر، أعطني عينيك فأرى البؤس كما كنت تراه، أعطني حبك فأصل إليهم وألمسهم، أعطني قوتك فلا أفشل أمام الخطية والشر والظلم الذي يسود، أعطني إيمان كالب ويشوع فأقول هم خبزنا. املأني باليقين أنك تقود الكنيسة في موكب نصرتك في كل حين. خذني يا رب إلى قرب قلبك فأعبدك وأعرفك وأمتلئ بشعورك وفكرك. رفع رأسي I'm
أنا رجائي أنه ما نكونش سمعنا وعظة ونروح، لكن نفسي الرب ينهض كنيسته في هذه البلاد، وإنهاض الكنيسة يبدأ بتغييرنا نحن، يبدأ بتوبة حقيقية، يبدأ بأن نقوم من الاستسلام والضعف، من الفشل الذي أصابنا، يبدأ بأن نعود ونثق أن المسيح قام وقوة قيامته لم تزل فاعلة، وقوة روح التي هزت أورشليم قديما تستطيع أن تهزها في هذه الأيام. استطيع الرب أن يقشع الظلام، استطيع الرب أن يحول كل مؤمن إلى سراج في مكانه، يطرد الوثن. تيجوا يا إخوتي نتوب مع بعض، تيجوا نسترجع ثقتنا من جديد إن يسوع يقدر يغير. خلونا نقول له باتضاع وباعتراف، برجع عن كل إله، كل إله عبدته، كل إله سيطر على قلبي، اخترت حاجات غيرك، حبيت حاجات غيرك، في حاجات شغلتني غيرك، بس لألا تكون مش واخد بالك يعني ايه عبادة وثنية. أي حاجة في حياتك يا مؤمن ما تقدرش تعيش من غيرها، هي وثن. الوحيد اللي ما ينفعش أعيش من غيره هو الرب. لو في أي حاجة تاني مسيطرة ما أقدرش أعيش لو اتخذت مني، هي إله. برجع عن كل إله عبدته معاك، وبعلن من جديد سلطانك على قلبي لوحدي. هخصص لك نفسي، وبيتي من بكرة هيشهد إن بقيت ليك لوحدك. خلونا نصلي صلاة التوبة دي ونعترف، وناخد الوقت ده قدام الرب نتغير في حضرتي، ونرجع لبيوتنا ناويين بنعمة الرب على بداية جديدة مع الرب. برجع كل إله عبدته معاك، وبعلم سلطانك على قلبي الوحدة. تاني برجع كل إله عبدته معاك، بتوب بعلن سلطانك. اغفر لي الوحدة، فتح عيني، روحك يشفي ارتدادي، قدسني، اغسلني، طهرني، ويعد يصنعني بناء يحمل مجد. برجع عن كل إله عبدته معاه، اغفر خطياتي، أتكلم إليك من جهة خطية معينة، أطلب الغفران من الرب الآن.
لو روح الله وجه لك رسالة وبيقول لك أنت مش عارف وضعك فين في المسيح ولا بعيد عنه، فرصة دلوقتي استجب لروح الله، استجب للكلمة المقدسة، قل للرب يسوع ارحمني أنا الخاطئ، قل للرب أعطيني الحياة، قل له فتح عيني واشرق بنورك في قلبي. يمكن الليلة ليلة خلاص وغفران ليك، يمكن الرب جابك أو جابك الليلة علشان تنال الحياة، يشرق عليك النور ويجعلك الرب نور، نور للآخرين. ومن كل قلبي بصلي من أجل الكنيسة، بنادي عليها بكل قلبي وبقولها يا كنيسة قومي ونوري، يا كنيسة قومي الناس محتاجالك، يا كنيسة كفاية، كفاية طاقة مهدرة في الداخل والناس تصرخ في الخارج، يا كنيسة قومي، مش بأنشطة، مش بفعاليات مختلفة، قومي نوري، عيشي في الشارع نور، عيشي بأخلاق هي نور، عيشي بعقول منورة. كنيسة هتنور بأشخاصها بأفرادها، إن كل واحد يتحول إلى قوة منيرة في الشارع بتاعه في الشغل بتاعه. تعالوا ننادي بعض، نصحي بعض وإحنا بنصرخ وبنقول للكنيسة يا كنيسة قومي، قومي اصحي، اطلعي من اللي انت فيه. يا كنيسة قومي 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 يا كنيسة قوم
الأبواب تحل مش هتقوى. تهاجم الكنيسة وما تقدرش عليها. قوات الجحيم هي اللي مسيطرة على الناس برا، والكنيسة تروح تحرر الناس وتفك أسرهم من قوات الجحيم، من أبواب الجحيم. والرب بيوعد أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها. إخوتي أرجو أن نعي هذا، مش هنقعد في مكاننا والوعد ان ابواب الجحيم ما تقدرش علينا لما تجيلنا. احنا اللي هنروح لها، احنا اللي نروح نحطم ابواب الجحيم، احنا اللي نروح ومعانا الوعد ان انجيل المسيح هو قوه الله للخلاص. الناس مقصوره حوالينا محتاجه لقوه انجيل المسيح. الأمر الثاني، الكنيسة ليست مباني والكنيسة ليست فعاليات. الكنيسة أفراد، كل واحد فيهم منور في مكان. وأنا ما أعرفش إيه اللي مخليك مش منور. يمكن في خطايا جنسية، في عالم انفجر إباحيا في هذه الأيام. خلونا في الدقائق اللي جاية نصلي من أجل طهارة الجسد. أطلب من الرب أن يطهر هذا الجسد، أن يكون قدسا للرب. هل في مرارة في القلب تجاه شخص؟ أطلب من الرب أن يغفر لك واغفر للآخر، وأقول له ونغفر، نغفر لكي تغفر لنا. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. هل في نوع من تعلق بالمال الذي جعله إلها بدلا من الرب؟ اطلب من الرب أن ينزع هذا الإله من قلبك ويعيد اتكالك على الرب. خطية أخيرة ما مشغول أن احنا نصلي أن الرب يرحمنا منها، إضاعة الوقت، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. أكثر شيء بيستنزف الكنيسة في هذه الأيام إضاعة الوقت. على الفيسبوك في أحاديث لا لزوم لها، أمام التي في بالساعات لاستماع لأشياء لا قيمة لها. لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. يمكن في خطايا تانية روح الله بيكلمك من جهتها، خلونا نقول له اختم لي قلب العنيد فهو العائق الوحيد أمام رؤية مجدك واستعلان مجدك علي. عالجني الليلة. أتمنى أن كل أخ بيخدم الرب
يكون مقدام الليلة قدوة لإخوته في أن نطلب التوبة وأن يختل لنا الرب قلوبنا ويغيرنا ونصير نماذج رائعة لشعب الرب من حولنا. نختم واحنا بنقول لها يا كنيسة اصهري ونوري المصابيح، يا كنيسة جاي المسيح. عندي احساس انه في افراد هنا الرب حاطط عينه عليهم، بيدعوهم انهم يتغيروا وبيوعدهم انه هيستخدمهم. انا ما اعرفش عددهم، ما اعرفش مين هم، لكن عندي احساس عميق في الداخل إن الرب بيدعو شباب وشابات، رجال ونساء، وبيقول لك أنا محتاج لك الأيام اللي جاية، وعايز أستخدمك، وعايز أخليك تنور وتبقى زي كده ديناميت بيفجر الظلام اللي حواليك وتطرد الظلمة. كم واحد يحط نفسه بين إيدين الرب الليلة ويقول له أنا مستعد أن تضع يدك عليا، ومستعد بس ما تتسرعش في الكلام لو مش مقتنع، ومستعد للتكلفة، ومستعد لطاعة كل تعليماتك ووصاياك ليا. اللي مش عاجبك في حياتي غيره، اللي مش بيرضيك هخرجه، هقعد قدام كلمتك وهعيش طول اليوم في حضرتك، وكل يهون أمام شرف استخدامك لي. أنا ما عنديش رغبة تاني في الحياة أعظم من إنك تستخدمني لمجدك، ومجدك علي يرى. مش عايز أسيب الدنيا قبل ما أكون مجدتك وتممت مشيتك.
أؤمن أنك عارف كل واحد باسمه، أؤمن أنك تدعو خرافك الخاصة بأسماء. أشكرك لأنك حي وبيننا الآن. أثق بكل يقين أنك موجود الآن تدعو خطاة إلى التوبة، تدعو خرافا لتخرجها وتعطيها الحياة، وتدعو خداما لتستخدمه. أشتاق أن يكون قلبك قد فرح الليلة بخطاة إليك رجعوا وبخدام تكرسوا لك. يدك لم تقصر عن أن تخلص، ونعمتك لم تكف عن أن تدعو، وروحك مستعدة أن يستخدم. أنت أمرتنا أن نعمق طلبتنا، وها نحن نعمق أن تشهد الأيام القادمة تغييراً في هذا البلد، أن تشهد الأيام القادمة عملاً حقيقياً، نفوس تخلص واسمك يعلو. أبانا في اسم المسيح، اسمع واستجب. آمين. Mama.
راحت جيدة.